تنضم إلينا من القاهرة محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا بعد بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، نوعا ما التخوفات من الاستكمال بسياسة المركز الفيدرالي الأمريكي بسياسة رفع أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على منحنيات الأسعار في سوق العملات، ما هي التوقعات لأداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الأمريكي الذي عاد ليرتفع من جديد مقابل أغلب العملات الرئيسية، مدعوما طبعا بالبيانات الإيجابية في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة الماضية والتي أثبتت يعني استمرار تماسك قطاع سوق العمل أحد أهم القطاعات التي يراقبها الفيدرالي الأمريكي خلال وتيرة التشديد النقدي وخلال تحديده للسياسة النقدية الفترة المقبلة. وجدنا أن بيانات الوظائف الأمريكية يعني أضاف أو قطاع سوق العمل أضاف 263 ألف وظيفة، بالرغم من أنه يعني نوعا ما أقل من الشهر الأسبق، ولكن يعني جاء أفضل من التوقعات وجاء ليعكس تماسك القطاع بوجه عام. أيضا البطالة التي تراجعت من 3.7 إلى 3.5%، يعني نسب المشاركة في القطاع التي أثبتت يعني استمرار تعافي قطاع سوق العمل. وبالتالي بعد البيانات مباشرة عاد الدولار الأمريكي ليرتفع من جديد مقابل أغلب العملات الرئيسية، طبعا مع الاستعداد لرفع الفيدرالي الأمريكي يعني فائدة أو معدلات فائدة أيضا أو استمرار في رفع الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة للسيطرة على التضخم. يعني وجدنا أن أغلب القطاعات في الولايات المتحدة ضمن البيانات أو ضمن صدور الأخبار الفترة الماضية أثبتت أن يعني الاقتصاد الأمريكي نوعا ما متماسك ويدعم الاستمرار في تسريع وتيرة التجديد النقدي. وجدنا أن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات عادة من جديد ليتداول يعني بالقرب من مستويات 113 في يعني انتظار لبيانات اقتصادية طبعا مهمة هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم الأمريكية. إذا من أبرز البيانات المتوقعة خلال تعاملات هذا الأسبوع هي بيانات التضخم في الولايات المتحدة. يعني بعد صدور هذه البيانات، ما هي التوقعات أو يعني ما هي التوقعات لهذه البيانات، وهل فعلا سيعود مؤشر الدولار إلى مستويات 115 نقطة؟ يعني بالنسبة لبيانات التضخم، وبالرغم من أنها بدأت نوعا ما في تباطؤ وتيرة نموها، ولكنها جاءت يعني لا تزال ضمن أعلى المستويات المستهدفة من قبل المركب، يعني بمستويات كثيرة جدا. الآن بيانات التضخم تستقر أو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم يعني يستقر بالقرب من مستويات 8.5%، وعلى الرغم من التوقعات هذا الأسبوع تدعم استمرار تباطؤ وتيرة نموه 8.1%، ولكنه لا يزال بعيدا جدا عن الأهداف المستهدفة من قبل البنك عند 2%. وبالتالي يعني بعد البيانات الإيجابية التي صدرت هذا الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية التي أثبتت تماسك وتعافي قطاع سوق العمل الأمريكي، يبدو أن حتى معدلات التضخم بدأت الأسواق تتأهب لمزيد من رفع الفائدة الأمريكية، حتى لو جاءت يعني بيانات التضخم أقل من المتوقع أو يعني استقرت عند 8%، ولكنها لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد، وبالتالي تدعم استمرار رفع الفائدة الأمريكية واستمرار ارتفاع الدولار على المدى المتوسط. نعم أماني، في ظل هذا التوقع لارتفاع مؤشر الدولار خلال الفترة المقبلة، ما هي الضغوط التي واجهها اليورو تحديدا بعد التضارب من التصريحات من أعضاء المركز الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة المقبلة، التخوفات من الركود الاقتصادي مع حماية اليورو؟ إذا ما هي التوقعات لليورو في ظل هذه المعطيات في الأسواق؟ بالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أو هناك توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بوتيرة أسرع تصل ل 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، ولكن لا نزال أو نزال نرى استمرار الضغوطات البيعية على اليورو. الآن اليورو مستقر دون مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي عند 97 سنت، طبعا مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، وأن البيانات الاقتصادية تدعم ارتفاع الدولار مقابل اليورو على الأقل بالرغم من استمرار رفع الفائدة الأمريكية، ولكن الاقتصاد الأمريكي كما تظهر البيانات نوعا ما متماسك على عكس اليورو، بالرغم من رفع الفائدة ونوايا البنك برفع الفائدة يعني توقعات الآن 75 نقطة أساس، وتم رفع الفائدة في الاجتماع الماضي في محاولة طبعا للسيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستويات منذ نشأة المنطقة، ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن شبح الركود الاقتصادي يعني لا يزال يلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، طبعا بسبب نقص الإمدادات الطاقة من قبل روسيا، الضغوطات التي تتعرض لها الاقتصاد بسبب دخول فصل الشتاء، ويعني انكماش ومعاناة أغلب القطاعات في منطقة اليورو. وبالتالي حتى لو
استمر البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة بوتيرة أسعر، لكنه قام أيضا بتلك الخطوة متأخرا بكثير عن نظيره الأمريكي. وأيضا الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني من ضغوطات التي تدعم استمرار الضغوطات نوعا ما على اليورو الفترة المقبلة. نعم أماني، وأنت معنا من القاهرة، يعني كان هنالك بيانات حديثة حول مستويات التضخم في مصر وصولها إلى أعلى مستويات تقريبا منذ 4 أعوام، ما مدى تأثير هذا على الجنيه المصري، وأيضا في ظل حالة التراجعات التي شهدها، هل فعلا سنرى بعض القرارات من المركزي المصري لي يعني نوعا ما لدعم الجنيه المصري؟ يعني حتى الآن البنك المركزي المصري مستمر في سياسة تثبيت الفائدة في محاولة طبعا لدعم الاستثمارات ومنع استمرار الضغوطات على الاقتصاد المصري، ولكن وجدنا أن فعلا معدلات التضخم كما أظهرت البيانات مؤخرا يعني وصلت لأعلى مستوياتها منذ 4 أعوام. البنك المركزي والحكومة تحاول جاهدة يعني التماسك أو يعني نوعا ما دعم الجنيه المصري، ولكنه بشكل عام لا يزال يواجه ضغوطات قوية مقابل الدولار. طبعا مع ارتفاع الدولار وليس فقط الاقتصاد المصري، ولكن يعني تلك معاناة أغلب الاقتصادات الدول الناشئة التي تعاني من استمرار رفع الدولار أو استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي. وبالتالي يعني بدأت الحكومة وبدأ البنك المركزي يتجه نوعا ما لرفع الفائدة على الشهادات الدولارية، رفع يعني رفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من قبل البنك المركزي الأوروبي، من قبل البنك المركزي المصري عفوا، ويعني تلك يعني أسباب أخرى أو عوامل كثيرة تدعم استمرار تماسك الجنيه بالرغم من يعني تثبيت الفائدة واستمرار في تلك السياسة في محاولة لدعم الاستثمار. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.